فوتي بنتي فوتي. تضلك عم تبكي؟ الله يجازي اللي كان السبب يامو. طيب يامو، انت ما بتعرفي مين اللي قتل ابي؟ يعني عم ادعي ليل نهار على يلي قتل ابوك يتمكن يامو. شو يعني كلامك يامو؟ هي ما بيعرف فيها غير رب العالمين. طيب يامو، شلون بدنا نعرف نحنا مشان نروح انا واقتله؟ لا يا ابني، شو تقتله؟ ما بدي اياك تتورط بالقتل. ابوك كان بده اياك احلى زلمه بالدنيا، زلمه مثقف ومتعلم. ابني الله يرضى عليك، ما بدي اياك تحكي عن القتل بنوب. انت خلقت لحتى تكون متعلم، مو لحتى تكون قاتل. ما بدك اخذ لك بحقك؟ لك يا ابني، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يمهل ولا يهمل. الله يصطفل فيه، شو بدك فيه انت؟ خليك مركز بالعلم. طيب يا مو الزعيم، ما بيعرف مين اللي قتل ابي؟ أكيد الزعيم ما رح يسكت على القصة. ابني بدي إياك تهتم بالكتاب، ما تفكر بأي موضوع تاني. أبوك الله يرحمه كان بده إياك زلمة مثقف. بدرية؟ إيه بدرية. شو جارك هلا؟ أنا ما جيت لفوت، بس أنا جيت لشوفك. إيه بس شو؟ يعني أبو عبده ابنه هون، شلون بتجي أنت بهذا الوقت؟ إيه ما صار لك حصة مطلقة منه للزلمة؟ لا تخافي حبيبتي، تأكدي، أنا ما جيت وطرقت الباب إلا تأكدت إنه عبده برا بالحارة، وبعرف أبو عبده ما بيقوم يفتح الباب هو، بخليكي أنت تفتحي، شنو بيخاف يطلع له حدا من الديانة. هلا لا تحكي لي قصة حياتي، قولي لي شو بدك، هلا بيستعوقوني. ليكي هلا ما رح اقدر احكي كل شيء عندي هون على الباب، بس تكوني فاضيه روحي لعند خيريه مرته لابو سلمو وهي بتخبرني، وانا بجي لعندها وبنلتقى انا وانتي وبنقعد وبنحكي، شنو في حكي كتير حابه اقول لك اياه. خلص خلص روحي انتي، روحي وكلي الله ان شاء الله ما بيصير لك الخير. روحي روحي. ماشي حبيبتي، لا تاخري علي بخاطرك. الله معك. بليها بتلفي سلاله صار شو بدها. سودا سودا الدنيا سودا سودا سودا. لك هذا طول نهار هيك. لك انت غريب على الحارة، ما بتعرفه سيء، ما بس ما في اطيب من قلبه. طيب شو هي سودا اللي عم يقولها؟ من وقت ما انعمى سودت الدنيا بوشه. الله يعينه. امين يا الله يعينه. سودا سودا الدنيا سودا وسواد ليل طويل طويل. الجار يخبر الجار. انت متأكد باللي عم تحكي يا ابو جميل؟ لو ما كنت متأكد ما كنت جيت عندك يا زعيم. الابن الكلب ببوس ايدك زعيم، انت بتعرفه، اذا بتعرفه اللي عليه بجار. الله والله والله الوكيل ما بعرفه، بس وحدك اني راح اعرفه بيارة فرصة، وراح علق له مشتاته هون بنص الحارة لحتى يكون عبرة لكل مين بيتعرض لأعراض الناس. حالك ابو جميل؟ عارفك رجال. بدي هدي حالي يا زعيم، كيف بدي هدي حالي؟ زعيم زعيم ببوس ايدك، اعتدوا على عرضي وعلى شرفي وعلى بيتي، على بناتي اللي ربيتهم كل شبر بنادر يا زعيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صلي على النبي ابو جميل، صلي على النبي. اللهم صل على النبي. اسمع، وعهد الله يا اخي،
عرضك هو عرضي وبنتك هي بنتي، عم تفهم؟ وإذا الله قدرنا رح نعرف مين هذا الابن الكلب. وساعتها لك الحادث حديث. بس هلا بدنا نلملم القصة يا أبو جميل، بدنا نفكر شو بدنا نساوي، ما هيك؟ الله يجبر بخاطرك يا سعيد. عود، عود لقلك شو بدنا نساوي، عود.